ديالا الغريب هو اسم اجتاح السوشيال ميديا بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة، وقت نحنا بيكون عنا طالب متفوق المفروض اليوم أكيد يكون الإضاءة كتير كبيرة عليه. أدي حلو اليوم التفوق والنجاح والناس تتداول اسمك. صحيح، مو بس التفوق والنجاح اليوم هو قصتنا، الظروف الصعبة اللي كانت يعني ديالا غريب صاروا الناس تفتخر. مين بتعرف ديالا غريب؟ وخصوصا لما عرفنا وتابعنا قصة عبر السوشيال ميديا وهي جايتنا ضيفتنا رشا محمص. صباح الخير يا ديالا، خلينا هيك نروح لعندك فورا. قولي لي وين رحتي بجزء الإعلامي أول شيء؟ تسع أجزاء رحولي بالعربي. يعني هي إذا رجعنا للمجموعة النظامي قد إيه مجموعك؟ 239.1. يعني هدول الأجزاء ديالا يعني أجزاء، وأنا بالتاسع رحلي على 200 بس بالعربي. يعني أنا جبت أهلا وسهلا أول شيء، والحمد لله على سلامتك وألف مبروك النجاح. الله يسلمك، مشكورين على استضافتكم. أهلا وسهلا فيك، نحن كتير مبسوطين اليوم أنه أنت ضيفتنا بصباحنا غير. بدنا نبارك لك أول شيء بهذا التفوق الكبير، نحن شايفينها بصراحة علامة كاملة، يعني شايفينك جايبة المجموع التام. خلينا نحكي هيك شوي، كيف مرقت عليك هاي السنة؟ والله كانت سنة من أصعب السنين بصراحة اللي مرقت علينا، إن كان يعني من الناحية الدراسية أو من موضوع كان في أساوي يعني بالفصل، كانت شتوية كتير قاسية علينا. يعني نقعد نحن مثلا بالبطانيات 3-4 بطانيات حوالينا، إنه أحيانا ما أقدر أطلع إيدي من تحت البطانية، إنه أنا بكتب مثلا بدرس كتابي، فكانت مشكلة انه انا احيانا انه بس يا رب خليني بس اقدر اطلع ايدي، انه في غير اني اقدر اطلع ايدي، وغير انه يعني متعب الدراسه تحت البطانيات. كانت ظروف صعبه. ايه ظروف صعبه، احيانا يعني بسبب انقطاع الكهرباء كانت تنقطع مثلا مده طويله، يتضعف اللد، اضطر ادرس على فلاش الموبايل. يعني انا عيوني كثير تأذوا بسبب هاي السنه. طيب انت بالبيت والدتك موجوده واختين صحيح؟ طيب ما كنتي بهي الظروف يعني الصعبه، او خلينا نحكي استعنتي يعني بدورات بدروس خصوصي لو بشكل هيك؟ بنعرف في دروس ممكن تكون جماعيه او بالصيف. هلا انا عملت دوره صيف بس، وكنت داوم خلال المدرسه، يعني انا كنت الحق الاساتذه مثلا بالفرص بحصص الفراغ، انه استاذ مثلا بدي احضر عندك هذا الدرس بالفرصه، انه هذا السؤال كذا، وهني ما بيعرفوا شيء عني. يعني هني لما طلعت النتيجه كلها انه ليش ما قلتي لنا ان وضعك هيك، كنا ساعدناك، كنا حكينا، كنا كذا، انه لا خلص انه ساعدوني من خلال المدرسه يعني بس. تمام ديالا، خلينا نحكي اليوم، انت عم نحكي اليوم ظروف اقتصادية وهي عامة على الكل، يعني اليوم في ناس كتير عايشين نفس الظروف ولكن الإضاءة مو عليها مثل ما كانت الإضاءة اليوم على ديالا. كنتي تشتغلي وتساعدي أهلك بظل الدراسة وقطع الكهرباء والبطانيات والتدفئة الكتير حلوة كانت، اليوم كيف قدرتي توفقي بين هدول القصص؟ هلا أول شيء معلومة الشغل هي معلومة خاطئة، يعني طلعت وكل العالم تداولت عني، بس أنا ماما ما خلتني أشتغل خلال دراستي، يعني إنه خلص صبي كل اهتمامك على الدراسة. لما خلصت يعني أنا خلصت فحص البكالوريا ورحت بلشت أشتغل. ما كان عندك تجارب عمل قبل؟ لا، كانت أول مرة اللي بشتغل يعني. بس يمكن حتى لو كنت عم تشتغلي كانت النتيجة واحدة، أنا هيك بعتقد يعني. إن شاء الله قادرة تفصلي القصة. الله يخليك. طيب خلينا نحكي عن الدعم المعنوي، يعني للأسف كان شوي الظروف المادية والاقتصادية صعبة، خلينا نحكي عن الدعم المعنوي اللي كان للديالة اللي تقدم. هلا كان اكيد من خلال ماما، يعني انا لولا ماما ما بوصل ابدا، ولا يعني ولا بتحرك خطوه لقدام. اكيد نوجه لها كل التحيه. الله يخلي لي اياها. هي كبرتك اليوم، قولي لي لامك شيء بعد كل هذا التعب. لا الله يخلي لي اياكي ويديمك فوق راسي، لانه انا لولاكي ما بوصل ولا بتحرك خطوه الى الامام لولاها. قد ايه اليوم يعني الشهاده وهذا التفوق هي هديه للام؟ اكيد يعني اليوم أكيد. خبرينا عن والدتك اثناء النتيجه ووقت اللي عرفت قد ايه نتيجتك. أول شيء أنا كنت عطيك وين الأجزاء؟ لا أنا كنت عم بشتغل، كنت بالشغل لما طلعت النتيجة، فإنه عم تحكي مع ماما إنه مشان الله خليوني يطلعوا لك النتيجة، وهي عم يعني في ما بعرف إنه طلعوا لها إياها وهي بالبيت، فإنه حكيت معي وتقلي مبروك والله يخلي لي إياك، قلت يا ماما بس قلي لي شو قد النتيجة؟ عاد قال لي النتيجة، بس هي كانت منهارة حرفيا، يعني كانت كثير خايفة من هذا الموضوع لأنه كثير انصدمت إيجابيا هاي المرة. إيه صدمة إيجابية كانت هي. يمكن المعلومة ذكرتي كنتي بالشغل، يمكن هذا اللي سبب لغط عند الناس، فكروني إنه أنت بتشتغلي، يمكن بعد ما خلصتي؟ بعد ما خلصت لحتى بلشت شغل. تمام. طيب كمان رشا كتير شفنا حالة من التفاعل عبر السوشيال ميديا، كتير الأشخاص حبوا اليوم يساعدوا ديالا، خلينا نحكي عن هاي الزاوية، قديش شفت الناس متعاطفين معك حابين يدعموك؟ هلا بداية أنا ما عندي نت وما عندي فيس، فأنا أي شيء عم بيصير أنا ما بعرف عنه أبدا. بس إنه إيه تلقينا دعم، كان يعني كان في أياضي بيضاء كتير ممدودة للخير وأكيد مشكورين. هلا المؤسسة حكت معنا مؤسسة العرين هي اللي تكفلت بهذا الموضوع، يعني هي الشيء الرسمي اللي صار. طيب ديالا خلينا نحكي في نقطة، في صبايا كتير اليوم، يعني اليوم أنت ما شاء الله عليكي صبية ضمن ظروف وعصر السوشيال ميديا، صبايا الميك اب وصبايا التجميل، إن كان شباب أو حتى الشباب
الشباب اليوم كمان عم نشوف يعني اليوم انت حالي استثنائية خلينا نقول، عاملة لحالك دنيا تانية، ورغم هذا الشيء انت بعمر مفروض تكوني ضمن الزمن اللي احنا عايشينه، ولكن اخترتي الشيء الإيجابي بحياتك. يلا بكرة شو محضرين؟ شو حلمنا لبكرة؟ حلمنا لبكرة أنا إذا الله راد بدي أدرس طب بشري وأختص جراحة عصبية لبعدين. وأكيد يعني دراستي هي كلياتها لتسخير نفسي لهذا الوطن وأي حدا، يعني أني أنا أقدر ساعد. هتكوني قد المسؤولية بهاي الدراسة؟ منحرف أن الطب البشري صعب كتير يعني. إن شاء الله يعني بالنهاية أنه أنا بحب التحدي وموضوع يعني ما في شيء صعب. حلو الواحد يرمي يتحدى حاله. طبعاً هاي حتى الظروف اللي عم يعيشها أقوى أنواع التحدي، أنه الواحد يتحدى حاله كل يوم ويتحدى ظروفه. خلينا هيك شوي بدي أرجع معك للحظات يلي كلها نضعف فيها، يعني عندك إرادة أكيد ما حدا بيقدر يحكي عن إرادة ديالا، لحظات أكيد يد ضعفنا فيها. اليوم لما بتتذكري هاي اللحظات شو بتقولي؟ هلا اول شيء كانت تمرق علي لحظات انه لما مثلا يصعب وضعنا كثير انه الا لماما انه طب انا وين رايحه، انا ليش عم بدرس، طيب انه انا صحه قلبك انه انا طب ليش عم اعذب حالي، مثلا تكاليف الجامعه كثير كبيره وانا حدا مثلي ما ممكن يتحملها. بس لا ماما كانت انه خلص اللي بده يدرس بيدرس. انت كان بدك طب، يعني انت عم تسعي لعلامه الطب؟ اكيد يعني هلا هو الموضوع ما انه موضوع انه اجتماعي او انه اعلى علامه، انه هذا الشيء حلم، فانه حتى لو كان بده ادنى علامه فانا بدي اياه. اليوم ديالا رجعتنا لزمن كتير حلو من العصور القديمة، كان يقولوا لك انه احنا عدورنا ما كان في كهرباء، كنا نضوي الانديل ونقعد ندرس. اليوم عشتي ظروفهم يا ديالا، برافو عليكي. ايه ومو الانديل، ضو الفلاش، بس موضوع تكنولوجيا يعني. كنت عم تشحني الموبايل؟ عم تشحني موبايلك انت؟ في شحن؟ انه شوي يعني كنا نشحن لما يجي الكهرباء، فانه خلي احتفظ فيه العجقه والجيران والتهاني والمبارك شو الشوكولا. يعني خبرينا بعد النتيجه، هذا الاحساس الحلو، الفرحه الحلوه. صدم، كانت نتيجتي صدمة، يعني ما حدا يتخيل انه حدا من الظروف الصعبة ينطلق هيك نجاح. صدمتي انت بالنتيجة؟ مفروض تكون انت مهيئة انه انا عرفاني اليوم شو كاتبة. ايه لا مو انا ما انصدمت بالنتيجة، بس الناس اللي حوالينا، لانه ما حدا كان بيعرف عن الوضع كثير، يعني انه بيعرفوا بس انه وضعهم صعب. انه فكيف اهلك وامك، امك واخواتك كان عندهم علم انه انت رح تقدري تجيبي هذا المجموع؟ إيه؟ ولا ما كثير كنتي تطلعي من الامتحان ما كثير تحكي؟ إيه كيف عملتي؟ لا بالعكس، ماما كانت حتى ناطرة مني العلامة الكاملة. ايه فانه لا يعني بنترك المجموع الكامل ندور وين راح الجزء، وين التسع اجزاء راحوا. دائما كانت تروح بماده العربي، بعد عم بتروح على دورنا كانت تروح بماده العربي. ايه هي مشكله ماده العربي. طيب ديالا، في طلاب كتير عاشوا ظروف كتير حلوه، وكنا نسمع بانه ضغوطات اساتذه خصوصي بهي القصة، فأنت اليوم حدا براو، يعني قد ما قلنا لك شكرا وبرافو، أنت بتعرفي أنه نحن كتير ممتنين إليك أنه أنت قدرتي تتغلبي على الحالة اللي كنت فيها وتوصلي لهون اليوم. اليوم لهدول الأشخاص اللي بنقصهم 20 و30 و40 علامة ومو ناقصهم أبدا شيء لا ماديا ولا بالدروس الخصوصي، اليوم كيف عم تتم المقارنة بينك وبينهم، يعني بالناس اللي حواليك؟ يعني هلا الناس اللي حواليه هني كان موضوع تحدي، يعني انه هني عم بيحاولوا يوفروا كل الظروف انه لا انه تكون تغلبوا ديالا، يعني خلص هني بيعرفوا انه ديالا بده يطلع معه، فانه كان موضوع تحدي انه ساعتهم على هالعاده تبع فلان. ايه تماما، ايه قديمه موجوده وتستمر. بس هلا اكيد صرت ديالا انت مضرب المثل، يعني صرت انت عليت السقف قدام اخواتك. ايه انحكى معي حتى كثير عالم انه انت اعطيتينا دعم، انت خليتينا ندرس، انه خجلنا من حالنا نحن، انه نحن عندنا كل شيء وما قدمنا نص اللي قدمتيه. هو لانه في كل شيء دائما، نحن وقت نوصل انه بيكون في كل شيء بصير عندنا، عفوا الكلمه، حالي من البطر، يعني انه نحن ما بقى في شيء عم يملي عنا، فمنروح انه للعشوائيه وللفوضى بحياتنا. ديالا بعد في عروض اجتك، دعم ماديا، دعم جامعات، دعم لقصص بحياتك كرمال تستمري بهذا التفوق والنجاح؟ ايه هلا في كثير وصلت تبرعات، بس موضوع الدراسه هلا قلنا انه مؤسسه العرين هي اللي تكفلت بهذا الموضوع. لا عروض ثانيه، يعني في شيء ثاني؟ ايه هلا حبيتي ما بدك تقولي انا قريت مبادره طبيه يمكن. لهيك عم نسالك، انت مالك متابعه كثير سوشيال ميديا؟ ما في معلومه ولا لا، مبادره طبية سورية يمكن كانت حابة تتواصل معك، يقدموا لك التدريب أو أي نوع من أنواع الرعاية؟ ما بعرف أنا. هاي نحن عم نخبرك أن نحن هيك رجعنا عندنا السؤال، إنه نحن شفنا مبادرات كتير على الفيس أنه حابين يقدموا لك شيء، يعني هنا شو ما قدموا أكيد قليل يعني. إيه هلأ هني المشكلة إنه عم يحكوا على الفيس، إنه هني لو يعني حكي بالهواء قصدك؟ إيه لا مو هيك قصدي، لا اللي اتصلوا فينا، نحن لو ما حدا اتصل فينا وخبرنا فنحن ما بنعرف. أنت بعيدة تماما عن عالم السوشيال ميديا. إيه؟ أبدا يعني. إيه؟ ولا مرة عملتي حساب على الفيسبوك؟ لا ما عندك فيس؟ لا ولا واتساب؟ لا بس واتس، بس إنه على رقم ماما كمان.
يعني اليوم ما قلنا لك ديالا موجودة بزمان غير زمانها وبعصر غير عصرها، ما بتحبي تفوتي بهدول القصص أو يمكن لأنه بس تكونوا ظروف شوي ضيقة فأنت اليوم ما أنك عم تقدري تكوني ضمن السوشيال ميديا أو أنت ما بدك تفرق أنا بدي أو أنا ما بدي ايه او ما فيني، لا الموضوع موضوع ارادي انه انا بارادتي. هلا ما عم بتقلي انه مثلا اذا بدك اعملي انه خلص خلصت دراستي صار فيك تعملي حساب. تمام، هي الفكره اللي احنا عم نحكيها انه احيانا بيجوز حدا يسمعنا يقول يمكن ما انه متوفر الموبايل يلي بيقدر انه انت من خلاله تقدري تعملي هذا الحساب، ولكن احنا عم ندور على نقطه انه ديالا ما انا حابه تفوت عالم السوشيال ميديا. ما بيعني لا لا ما بدي، لانه اللي بيغرق بهذا العالم مشكلي يعني، وانا حدا حابب يدرس وحابب ينجح ويكمل مضيع على الوقت صدقيني. تماما، 5-6 ساعات بيروحوا باليوم ولا بتستفيدي شيء. تمام، قد ايه مولدك ديالا؟ أنا 30/1/2005. 30/1/2005. هيك خبرينا اليوم عند أي حدا اليوم حابب يوصل مثل ديالا ويتفوق مثل ديالا وأيضا يتجاوز الظروف اللي عم بيعيشها، إن كان اقتصاديا إن كان نفسيا. اليوم الظروف الاقتصادية عم تأثر بشكل كتير كبير ونفسيا على الطالب وعلى الأهل، عم يصير إرهاق بالدرس الخصوصي بالماديات اللي عم تندفع للأساتذة، وآخر شيء بجوز نتيجة ما تكون مرضية للأهل. شو حابة اليوم تقولي لهم؟ شو أكتر شيء اليوم اتبعتي أنت؟ نحن بنعرف كنا نحط برنامج، شو كان برنامجك ديالا؟ هلا انا برنامجي كان اني ادرس، انه هلا الطالب يعني كيف نظمتي القصه؟ كم ساعه يوم كنتي تدرسي تقريبا؟ في عدد ساعات معينه ولا لا لتحس حالك انا يعني تمكنت من معلوماتي؟ لا هلا بدايه انا كنت في بكير ادرس ساعتين قبل ما اروح على المدرسه، فانه دوام المدرسه كامل بعدين نرجع مثلا ربع ساعه نص ساعه لبلش دراسه هيك، انه لا انعس او لانه قلت تعب خلص انا ما عاد استوعب يعني. إيه فانه كان نهاري عباره عن مدرسه ودراسه. ما كنتي كنا نكتب استراحة نصف ساعة، غداء نصف ساعة، نوم 20 ساعة، دراسة ربع ساعة. لا مو هيك، لا ما كان يعني هيك من زمان، هيك كنا نحط جدول يعني. فأنت اليوم ماشية بس خلينا نقول بس أنت شو حابة، برياحتك بتدرسي وبرياحتك بتنامي. ايه صح؟ تمام. ايه بس إنه أهم شيء، أهم نصيحة أنكم ما تقللوا ساعات النوم. ايه لانه لو عم سالونا بالكنترول قد ايه كنا نطبق الجدول، هلا بصراحه كنا نطبقه بالنوم وبالاكل، هذا اكثر شيء كنت انا اطبقه فيه. نرمين ما بعرف بالنسبه انا غيرت لي. انا كنت اغير الجدول مرتين ثلاثه يعني يزبط معها، غير يزبط الوقت حسب المسلسل ووقته كمان. لا تنسي كنت تتابعي تي في؟ قلت لي ما في كهرباء. لا نحن طفينا التلفزيون صباحنا غير. لا لا طفينا التلفزيون يعني، نحن بلشنا هلا انا اختي كانت معي تاسع، فانه خلص نحن طفينا التلفزيون لخلصناه. طيب هذا الضغط مو ضغط ما بالبيت؟ ايه بس لما بتعرفي جمال الهدف يلي انت عم تشتغلي له بتنسي كل شيء. طب خلينا نحكي هيك عن علاقاتك الاجتماعيه، ما عندك اكيد اصدقاء، ما بتشوفي انهم اهتماماتهم نفس اهتماماتك ولا بتحسيهم مختلفين عن عالم ديالا؟ ايه هلا هني مختلفين عن عالم ديالا ايه وكثير، فانه كانوا اصدقاء يعني عابرين بالمدرسه، بس كانت موضوع علاقات سطحيه بالنهايه. انا ما فيني استقبل مثلا حدا عندنا بالبيت او اعمل ضيوف او كذا لانه بدنا ندرس. إيه فما كنت حاول اني اقوي علاقتي بحدا لانه بدهم يزعلوا اذا ما استقبلتيهم او اذا ما رحت لعندهم او كذا. ضيوف كمان. ديالا كثير شكرا لحضورك ومبروك من القلب يعني، نحن كثير فخورين فيكي. اسمك اليوم تجاوز الحدود السوريه اكيد يعني، والناس صارت تعرفك اكثر. شكرا لظروفك وكثير لتصميمك الحلو. لك كلمه منك اخيره لكل حدا مقبلين نحن على ثانوي وسنه جديده للطلاب، شو بتحبي تقولي لهم؟ بقول لهم انه حلموا، لانه الحلم بالنهايه هو يعني الامل هو غذائنا. طبعا ونحن يعني نحن لولا الامل ما بنعيش، واللي بيحط حلم قدامه اكيد بيلاقي يعني. هي متعبه وبتملل بس اسهل شيء بالحياه هي الدراسه. ولا الحلم بقيه اكيد. برافو. يعني ديالا غريب انت اسم متفرد اليوم، ما راح ينسوا السوريين لزمن طويل، وان شاء الله يا رب نشوفك اهم طبيبه ومحققه دائما كل احلامك. شكرا كثير. شكرا ديالا، سلاماتنا ولكل اهالينا بحمص اكيد بيعزوا علينا وكل المحافظات السوريه، واكيد تحيه كثير خاصه مننا لامك للمؤسس الجميل هذا المخلوق الكائن كله حنيه والكله قساوه بنفس اللحظه. صحيح. شكرا ديالا لحضورك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا. اما هلا خلونا نروح لفاصل.